غريبة جدا وقديمة ومختلفة جدا عن أي شيء تجدونه في قعر البحر. عندما أرى إسفنجة أكون في رهبة، ليس بسبب حضورها وحسب، بل بسبب حجمها العملاق وجمالها. لكنها مختلفة جدا، إنها شديدة الاختلاف، ولا يمكنك أن تمنع نفسك من طرح الأسئلة عن هذا الحيوان. ماذا أنت؟ كيف أصبحت بهذا الحجم؟ كيف تمكنت من البقاء كل يوم؟ ماذا تفعل؟ كيف تأكل؟ إنها فعلاً أشكال غريبة جداً من الحياة، وفي الوقت نفسه إنها حاضرة جداً، تتركني دائماً في رهبة قوية. أظن أنها جميلة جداً، وهي أصيلة وغامضة. لديها كثير من الأسرار التي علينا أن نكشف النقاب عنها. هذا بالنسبة إلي هو أمر جذاب، فهي تحتفظ بكثير من الأسرار التي أظن أنها مهمة جداً. لا يتخلى الإسفنج عن أسراره بسهولة، وبساطته الظاهرية مثيرة ومحيرة في آن. عن بعد تبدو صلبة، ولكن نظرة عن قرب تكشف متاهة من الثقوب والأنفاق والتجاويف الصغيرة. على عكس أجسامنا، ما من شكل محدد للإسفنج، وهو متنوع الأشكال بحسب مواطنه المتعددة. وصف العلماء أكثر من 9000 جنس مختلف من الإسفنج، وهو ينمو بكثرة في المياه المالحة والعذبة في العالم، ويظهر في أكثر الأماكن غرابة وأقلها توقعاً، من مياه القطبين القارسة إلى البحار الاستوائية الدافئة. تميز دياز الإسفنجة بأنها حيوان مرتج، ولكن على مر العصور تجادل العلماء فيما إذا كان ذلك صحيحاً في الواقع. وحتى اليوم يعتبر التفكير في هذا المتعض الغريب على أنه حيوان توسعاً في التفسير إلى أبعد من الحد الطبيعي. بالنسبة إلى العين غير الخبيرة لا يكاد يبدو لها حياً البتة. عندما نفكر في الحيوانات نستحضر في ذهننا شيئاً مختلفاً كل الاختلاف. فالحيوانات تتحرك وتأكل بنفسها، وتتكاثر وتعتني بصغارها، وتنخرط في معارك ضارية على الأرض. وقياساً على ذلك تبدو الإسفنجة ميتة. إذا كانت حيواناً فمن المؤكد أنها تخفي طبيعتها الحقيقية. للحصول على المساعدة في حل ألغاز الإسفنج، انتظم دياز في فريق مع العالم الأحيائي المنادي بضرورة صيانة الموارد الطبيعية مارك إردمان. أهلا بك كريستينا. أهلا. أهلا بك في بوناكن. شكرا لك. كيف كان غطسك حتى الآن؟ غطست في أماكن قليلة العمق في انتظارك حتى نغطس أعمق. يمكننا تدبر ذلك. أتحرك لذلك. قضى إردمان سنوات عدة يعمل باحثا بحريا في إندونيسيا، وهو يعرف هذه المياه والأحياء تماما. اليوم ركزت دياز عينيها على حيد جداري ينحدر مئات الأمتار في الأعماق.
ستنزل وإدمن على وجه المنحدر بحثاً عن الإسفنج الذي يعيش هنا. هذا عدد كبير من الإسفنج المثير للاهتمام. في هذه المنطقة أجناس كثيرة غير موصوفة. ستؤمن العينات التي يجمعانها نافذة إلى عالم آسر، وهو العالم البالغ الصغر، حيث يكون الإسفنج في أشد حالاته نشاطاً وديناميكية. إن خلايا الإسفنج فريدة في نوعها في مملكة الحيوان، ولكن لدراسة قدراتها العجائبية سيكون على رياز وإرد من جمع العينات الحية ونقلها إلى المختبر. نحتاج إلى الإسفنج لدراسته في المختبر، لذا علينا جمع العينات، ولا نحتاج إلا إلى قطع جزء صغير لنفحصه، لأنه ليس لدى الإسفنجة جهاز عصبي فلن تشعر بالألم، ومع الوقت سيعود الجزء المقطوع منه للنمو مجدداً وكأن شيئاً لم يحدث له. تعتمد الحيوانات كلها على التواصل بين الخليات والأخرى، ولكن رياز وغيرها تمكنوا من أن يبرهنوا على أن خلايا الإسفنج تتمتع بطريقة فريدة في نوعها للعمل معاً. ما أروع أن يشهد المرء قدراتها. التواصل بين الخلية والأخرى مهم جداً في المتعضيات كلها، ولكن في الإسفنج إنه مهم بشكل خاص، فالخلايا تحمل شتى الوظائف التي تهتم بها أعضاء محددة في متعضيات أخرى كالقلب والجهاز العصبي والجهاز العظمي والدم. إذن نلاحظ أن لدى الإسفنج مسؤوليات عدة تؤديها. على عكس معظم خلايانا، تحتفظ خلايا الإسفنج بحرية خاصة، فهي قادرة على إعادة اختراع نفسها، فتؤدي بعض الأعمال البطولية والخارقة حقاً. إذا مررنا إسفنجة عبر منخل، تنفصل خلاياها عن بعضها، ولكن بطريقة ما تبقى الخلايا قادرة على التعرف إلى بعضها. على مر ساعات عدة تبدأ بالتجمع لتبني عدداً كبيراً من الإسفنج الجديد. لا يمكن أي نبات أو حيوان آخر أن ينبعث من جديد بنفسه بهذه الطريقة. مع أن الإسفنجة تبدو مختلفة جداً عن باقي الحيوانات، فهي تشاركها في بعض الصفات المميزة الأساسية في الحياة الحيوانية، فخلاياها مترابطة جزئياً بواسطة بروتين يدعى الكولاجين، وهو مادة تملكها الحيوانات كلها على الأرض. تشكل مادة الكولاجين التي هي أكثر البروتينات وفرة في العالم الحيواني جهاز دعم لجسم الإسفنجة، وهي تكون إما على شكل ألياف صغيرة تملكها أنواع الإسفنج كلها وتؤمن الدعامة للخلايا، وإما على شكل ألياف صلبة وثابتة تؤمن الصلابة والدعم اللذين تحتاج إليهما الإسفنجة لتنمو إلى حجم أكبر. عندما يفكر معظم الناس في إسفنجة يفكرون في ليفة حمامهم، وعندما تحمل ليفة الحمام بيدك تكون هذه الليفة الهيكل العظمي اللين المؤلف من الكولاجين. ولكن على عكس مجموعة ألياف الحمام، فإن عدداً كبيراً من الإسفنج غير لين إطلاقاً. فإضافة إلى الكولاجين اللين في ليفة الحمام، يحوي كثير من الإسفنج ملايين من الأشواك الهشة والبلورية المطمورة في جسمه. والأشواك هي هياكل بليغة الصغر تساعد على إعطاء الإسفنجة شكلها وصلابتها. تشكل الأشواك أداة رائعة لنا اليوم لنحدد معظم الإسفنج الذي يعيش في المحيطات، فيمكنك أن تحدد جنساً أو مجموعة من الإسفنج من حيث نوع أشواكها وحجمها، وكذلك من خلال طريقة ترتيبها في جسم الإسفنجة.
بالنسبة إلى معظم الإسفنج تلعب الأشواك الزجاجية دور بصمة الإصبع نوعا ما. لدى تكبيرها نرى مجموعة مذهلة من الأشكال والأحجام الجميلة بقدر ما هي خارقة للطبيعة. إذا كانت الإسفنجة حيواناً بالفعل فعليها أن تتغذى لتعيش، فكيف تفعل ذلك إذا لم يكن لديها فم ظاهر؟ الإسفنجة هي في الواقع مضخة رائعة تتطلب تنسيقاً مذهلاً للخلايا لتعمل، فهي آلة تصفية حية وتعيش على امتصاص الماء وتصفية ذرات الغذاء منه. تعمل هذه المخلوقات التي تبدو غير متحركة بكد كي تتغذى. تصوروا أنه لتحصل الإسفنجة على أنصت من الطعام عليها أن تضخ نحو طن من الماء عبر ذاتها. أيمكنكم أن تتصوروا القيام بذلك بأنفسكم؟ أن تشربوا طن من الماء لتحصل على أنصت من الطعام؟ تدرس دياز الإسفنجة منذ عشرات السنين، ومع ذلك لم تره قط وهو يتغذى في البرية، وحتى الآن قلة من الناس رأت ذلك. لجعل غير المرئي مرئيا، تحقن دياز صبغة ملونة غير مؤذية في الماء قرب جسم الإسفنجة. من أحد الطرق التي تمكننا من اختبار معدل دفق المياه التي تتحرك عبر جسم الماء أن نحقن الماء بالصبغة الملونة ونقيس سرعة ضخه عبر الإسفنجة. في الحقيقة بالنسبة إلي هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها بذلك، وكنت أتطلع قدما إلى هذه الفرصة منذ سنوات. عندما بدأت برؤية الصبغة الملونة وهي تخرج من الإسفنجة خلال أقل من ثانيتين من المكان الذي حقنت فيه لم أصدق عيني. هذا الدفق الثابت والقوي والمستمر من الماء الذي يخرج باستمرار من الإسفنجة كان إدراكاً غير معقول للوجود الديناميكي لهذا المتعضد. إنه منظر رائع يشهده الإنسان. هذا الزفير الطيفي هو الإثبات على أن الإسفنجة تضخ بنشاط. بلا فم تمتص الماء مباشرة عبر جدران جسمها الشبيه بالإسفنج الذي تخترقه الملايين من القنوات الضيقة والتجاويف بالغة الصغر. كيف تفعل ذلك؟ أي أسرار تختبئ في جوف هذا الوحش؟ أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي الدخول من أحد أبوابه العدة إلى عالم الإسفنج الداخلي السري. فيما ننجرف مع المتعضيات أحادية الخلية نشعر بأن تياراً ما يجذبنا،